وطبعا بالنسبة لرمضان ينوي الإنسان النية من الليل، يبيت النية من الليل، وهو ما استحضر في الليل عند الفجر أنه يصبح صائم، وتلقى يعد الفطور يعد السحور، تسحروا فإن في السحور بركة، وعارف هو كم باقي عن الوقت، باقي 5 دقائق عن الأذن. إذن هو الآن في نية الصوم، الصوم النية لا يلزم أن يتلفظ بها الإنسان، لا يلزم، وإنما الأعمال وإنما النيات وإنما الأعمال بالنيات لا بالأقوال والتلفظات. لا يلزم أن ينوي بلسانه اللهم نيتي واعتقادي أني أصبح صائما، ما يلزم. وأهل نزوى عندهم بالقلب، وهو الذي مال إليه قلبي كما يقول الإمام السالمي رحمة الله عليه. إذن علي أن أنوي بالليل، والسحور بنفسه عندما الإنسان يهيئ سحور هذه وحدها بحد ذاتها نية، أي يصبح صائما. طبعا هنا من أتى أهله بالليل أو كان به شيء من خرج به في أثناء النوم خرج منه المني، فإنه عليه أن يبادر بالغسل قبل صلاة الفجر. مثال الآن الفجر يمكن يطلع كم، 57 دقيقة، مثال باقي دقيقتين، باقي دقيقتين عن يأذن بالفجر، يقول أوه ماشي وقت. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح جنوبا أصبح مفطرا، اذهب في ذلك الوقت تلك الدقيقة وغسل الرأس. أنت تبدأ تغسل الرأس خلاص، حتى لو أذن عليك فصومك صحيح. مثال واحد باق عند 10 دقائق ويريد أن يغتسل، عنده جنابة ويريد أن يغتسل من الجنابة، بنوم يعني قام وأصبح وجد عنده جنابة، أو أنه أتى أهله، مثال، فبقى عند 10 دقائق ومنه بغى يتسحر، روح تسحر، تسحر 5 دقائق 7 دقائق، شرب ماء كله رطب كذا، حاول عاد تستعجل، باقي عندك دقيقتين، سبحان الله يمكن شيء فارق بين المساجد كذا، دقيقتين اذهب وغسل الرأس، ابدأ بغسل الرأس. بدأت تغسل الرأس أذن الله أكبر الله أكبر، صيامك صحيح، صيامك صحيح. المهم المبادرة. طيب واحد قام والفجر مؤذن خلاص انتهى، والآن يريد وبه جنابة، ما عليه شيء، عليه أن يبادر بالغسل فقط لأنه لم يتعمد ذلك. لكن لو كان قد أتى أهله بالليل فإنه هنا عليه أن يقضي ذلك اليوم فقط، أن يقضي ذلك اليوم. إن تعمد أن يصبح جنبا عليه أن يقضي ذلك اليوم فقط، ولا شيء عليه أكثر من ذلك. هذا المسألة طبعا فيها خلاف بين العلماء، لكن هذا هو الأحوط والأسلم للإنسان أن يخرج دائما من الخلاف.